في مسروجة عندنا كلنا كان صفوه التلمي. أنا برا الغزل هسا قاعد يشوفوا مستشفيات الشاتو وشغل رئيس الدولة ورا لنا دو كل فجر الوزراء جو بربر بوز بيار دا يعني حساس هتنام أننا جاهزين عشان ناونو للرئيس ناونو للترانزيشن عشان شعب التشادي وخاصة شعب نبر الغازل يلقى عافية وتلمية إن شاء الله. والرئيس قال خلاص المستشفى كله يصير مستشفى آخر شاتو آخر الناس ده يعني شغل يرسوري البوبيلاسيون. نتمنى يعني الحاجات دول كلها قبل ما ينتهي الترانزيشن يكمل البروجي لسه قاعدين اكور ويصير لنا بروجي اخر. ده يعني مبسوطين كثير. نشكر فخامة الرئيس لكل هذه المشاريع كما تعهد بتأسيس 4 مراكز صحيه تم بناؤها الان. وعلى كل حال يعني نحن مسرورون. وصحيح مثلا ما نطلبه كثير لكن ما أعطانا أيضا ليس بقليل. وأيضا في المرات القادمة ممكن يعني نتحصل على ما تبقى من المشاريع. نحن عليهم مبسوطين ورئيس عليهم هنا الجمهورية رئيس الترانزيشن جش الرفانة. واليوم علينا أندريك معايا أبناء وبنات هنا برخزال وحصة في مشاكلنا وحاسة في مشاكل سرتو أنا شبابنا ومشكلة هنا المياه والكهرباء. عنا يعني في جينا ده لقينا فرصة أنتانا ولقينا يعني بنا هنا الأوبيتال بروفنسيال وبتن بنا هنا شاتو كركي بوبيلاسيون هنا مصرو يلقوا علمي بسهل. الرئيس هجى في موضوع أنا البيتيماش أنا درب شدر مصرو السجينة كلنا جاهزين عشان يعني ندورنا الأورول للبوبيلاسيون كادر أني جاهزين للبداية نخدم هنا. أنتانا مشاريع كثير ومن ضمنهم الماء. الماء أهم حاجة نشكره كثير عشان أول مرة بيجي والمشاريع اللي هجينا ده كلها يصنع لنا لانسما حقا. أنينا مقصودين كان أبناء أنا البر الغزال بالخاص أنينا الشباب وهسا أولهم حاجة كلمات أنينا دخل لنا في كلمنا